تعلمين يلعب أو موقع البوابة يلعب الكثير من العوامل، منها طبعا المهر في السباق يلعب دورا كبيرا في ترجيح كفة الفائز. بالفعل عبد الرزاق، ولكن العام الماضي قلبت كل التوقعات. ثاندر سنو انطلق من بوابة متأخرة ونجح في تحقيق هذا اللقب. سنتحدث أكثر عن موضوع البوابات وأهميتها بالنسبة لانطلاقة الفرسان مع فيصل سعد مرة جديدة. البوابات فيصل نتحدث عنها كل عام بسبب أهمية هذا الموضوع. الملاك والمداربون في يوم سحب القرعة نجدهم يحبسون أنفسهم وكأنه يوم السباق بحد ذاته. لماذا هذه الأهمية التي تولى للبوابات؟ صحيح ريا، وما أهم من قرعة كأس العالم وبوابات كأس العالم وتوزيع هذه البوابات الذي دائما يخدم مصالح بعض الملاك والمدربين، والبعض دائما يكون يأمل في بوابة غير البوابة التي حصل عليها. بوابات الخيل دائما تخدم خيل السرعة، وفي عندنا خيل تحمل، لذلك قد تختلف هذه الإمكانيات ما بين خروج البوابات فيما بينهم. هذا العام ستختلف كل الأمور بالحديث عن البوابات، لأنه العام الماضي ثاندر سنو قلب كل الموازين، انطلق من البوابة رقم 10 وكنا نعتقد بأنها لن تخدمه وحقق اللقب من هذه البوابة. البوابة رقم 10 كما نتابعها الآن على الشاشة، يعني وكأنها كانت أصبحت بصمة باسم ثاندر سنو. صحيح، وليس كل بطل مثل ثاندر سنو. ثاندر سنو البطل المعروف اللي سوى العام الماضي سباق للتاريخ، سباق تحدى فيه نفسه وتحدى فيه البوابة. تحدثنا احنا، كانك تذكري رأي معنا العام الماضي، على ان البوابة ما كانت تناسب قدرات ثاندر سنو، لكن فاجأنا ثاندر سنو كان بأداء عاصف وأداء كبير، وقدر انه يطلع من البوابة رقم 10 ويسحب هو ليد الشوط، وفرض الإيقاع السريع على الشوط وحقق لقب كأس دبي العالمي، وفرض البصمة اللي تحدثت عنها، وهو اليوم ايضا نجم في أمسية كأس دبي العالمي. البوابات واحد واثنان، البوابات التي تقع على الأطراف أيضا تخدم بعض الخيول ولا تخدم البعض الآخر. أي نوع من الخيول تناسبها البوابات دائماً الأولى؟ دائما خيل السرعة هي اللي تحب البوابات الداخلية، خيل السرعة اللي هي دائما تمسك في الريل أو في السياج الداخلي، ولتكون هي تكون في طليعة المجموعة وفي طليعة الكوكبة. يتقدم عندنا عدة أسماء تستطيع أنها تأخذ هذا البيس وهذا الدور، وبتناسبها جدا كثير هذه البوابات وهذه الانطلاقة السريعة. نعم، البوابتين في الوسط 5 و6 غالبا ما يكون محظوظ الخيل الذي ينطلق من الوسط. لماذا برأيك، علما بأنه يكون محاط بأكثر من خيل على أكثر من جهة، لكن ما الذي يميز ما بوابات؟ يمكن ما تميز فيه ما ذكرتيه رأي، يعني بوابات متوسطة فتناسب متوسط الخيل اللي ما عندها سبيد عالي أو ما عندها لمت عالي في السرعة، وتحب تكون دائما في المجموعة الثانية اللي احنا نسميها ما بين المراكز الثالث لين المركز الخامس للمركز السادس. توزيع دائما الخيل اللي تيجي في وسط الكوكبة اللي هي ما تحب دائما طابع السرعة اللي يسحبوه الخيل. نعم، هذا الشيء اللي تحتاجه خيل المتوسطة دائما. البوابة رقم 13 البوابة الأخيرة أيضا هناك ما يميزها وما يجعل منها فرق بينها بين البوابة رقم 12 وبين البوابات التي تقع في الجهة المقابلة. والله يريحنا، العام الماضي بعد ثاندر سنو شفنا الخروج من البوابة الأخيرة وحقق كأس دبي العالمي، فلا نستبعد السنة هذه أنها كذلك ممكن تخدم حظها. بوابة أخيرة صحيح في جهاز الانطلاق لكن تحتاج قدرات كبيرة. نعم، وإحنا اليوم نتكلم عن أبطال، وأبطال كأس دبي العالمي هم من الصف الأول ونخبة الخيل العالمية اللي موجودة، لذلك لا نستبعد المفاجآت أبدا. بما أنك تتحدث عن الأبطال أسألك أخيرا، هل هناك خيل بطل يفضل البوابة الوسطى وخيل آخر يتميز في البوابات التي تقع على الأطراف؟ يمكن نتكلم عن البطل ثاندر سنو، ممكن هو اللي يكون أتوقع من تناسبة جدا البوابة الوسطى، والبطل نورث أمريكا يمكن يكون جدا حسب ما شفناه أن تناسب البوابة رقم 1 والمسار السريع. الحديث طويل في أمسية كأس دبي العالمي، لنا المزيد من الفقرات أثناء هذه التغطية فيصل.